لكن باعتبار انه هو يعني صاحب القضيه، قضيه المصحف، لا باس لا باس نعود السؤال. فضيلة الدكتور، هذا المصحف الذي يعني اريتمونا اياه على الشاشه، المصحف الذي طين عليه، هذا كتاب الله وفيه ختم رسول الله. هذا التطيين على المصحف اما خوفا عليه واما حرصا واما اخفاء، يعني كتمان، واحده من هذه الثلاث. ما هو الدافع الذي يدفع أمة المسلمين أن تتعامل مع القرآن بحيث تخفي مصحفا عليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمعون الآيات من عند فلان وفلان وهم عندهم مصحف عليه خاتم النبي صلى الله عليه وآله؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين أخذوا بهداه. في التاريخ الإسلامي لا سيما في المغرب والأندلس اعتاد الناس أن يخفوا مخطوطاتهم وكتبهم بالتطين عليها في جدران بيوتهم، وهذه العادة أيضا اتبعت في المشرق الإسلامي وفي عدد من المدن. وفي الحقيقة التطين في الغالب حفاظا على كتاب خشية من إتلافه وإعدامه، وهذه العادة موجودة حتى قبل الإسلام. فبعد مجمع نيقيا سنة 325 للميلاد صدرت الأوامر الإمبراطورية بإتلاف جميع الأناجيل، وعددها أكثر من 200 إنجيل غير الأناجيل الأربعة التي اعتمدها المجمع. فهنا عدد كبير من الناس عمدوا إلى إخفاء نسخهم من الأناجيل، وتم العثور في سنة 45 على خابيتين كبيرتين في نجع حمادي في مصر، كانتا تحتويان على مكتبة آرامية جلها أناجيل أو قطع أناجيل. فالناس طينوا ودفنوا تحت الأرض. في بلاد الشام اعتاد الناس كما قلت، وفي المغرب، على التطين بالجدران، لأن الأرض في بلاد الشام دائما رطبة وتسبب التلف، بينما في مصر أوراق البردي المطمورة عاشت وعاشت قرون، وكل يوم يجري اكتشاف نوع من أنواع الوثائق البردية. قطعا أن السبب يعود إلى مسألة تتعلق بالسلطة، وأن السلطة أرادت إحراق أو إتلاف النسخة التي دفنت، وهي الثانية بعد نسخة الإمام علي كرم الله وجهه، يعني نسخة الصحابي الجليل أبي بن كعب.